أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في بث مباشر عن قصة الطفل الجميل شنودة، اللي كل الناس أو كل الأحداث بتدور حوالين أي حاجة غيره. دلوقتي احنا أهم حاجة نركز على هذا الطفل اللي اتاخد من حضن أبوه أمه، مش اللي خلفوه بالجسد، أبوه أمه اللي ربوه وحبوه ودوله من كل حياتهم عشان خاطر يربوا إنسان صالح، واللي فيه أحداث كتيرة بتشتت التركيز على قصة هذا الطفل. هذا الطفل ليس في حضن أبويه الآن، وأنا قاصد أن أنا لما أعلنت قلت الأستاذ كرم غبريال هيشرفنا النهاردة وهيكلم على القصة بكل تفاصيلها، وهيكلم على موقف رانيا، وهيكلم هي ليه ما عملتش الدي ان ايه لحد دلوقتي. مش علشان نحكي قصص تمثيليات زي الحلوة اللي بتحصل في رمضان، احنا بنتكلم على ان الموضوع ده مهم جدا عشان خاطر الطفل يرجع لحضن امه اللي اسمها امال، امه وابوه اللي اسمه فاروق. انا شايف احداث كتيرة وخلافات عائلية 5-6 سنين طفل يتحملها ازاي؟ انا عايز افهم. واحنا كلنا عمالين نكتب ومش عارف مين مع مين ومين مشيت مع مين ومين عمل ايه، انا مال انا بالكلام ده؟ شنودة ماله بالكلام ده؟ وعشان كده احنا الحلقة دي هتظهر حقائق معينة، وهتظهر وتحط النقط فوق الحروف وترجع القضية الاساسية وهي شنودة. وعلشان كده بيشرفني النهاردة الاستاذ البطل المحامي اللي بيتطوع وموكل الرسمي للاستاذ فاروق والاستاذة امال، والدي الطفل الجميل الملاك شنودة. اهلا بيك استاذ كرم معانا في اكسجين مع رامي. اهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين في جميع انحاء العالم، كل سنة وانتم طيبين. وكل سنة وحضرتك طيب، والشعب المصري اللي بيحتفل بشهر رمضان وبيحتفل بالصيام الكبير. وفي هذه الأيام الحلوة احنا بنسأل في تطورات كتيرة حصلت، والتطورات دي اتلخبطت وخلت الناس أصلا بقت مش عارفة فين الحق. وأنا بالنسبة لي الحق إن الطفل شنودة يرجع لحضن أبوه وأمه، وعلشان كده أنا عايز حضرتك تدينا ملخص بإيه المشكلة اللي حصلت، وإزاي إن المشاكل الفرعية اللي اتفبركت علشان تودي أو تشتت نظرنا على الطفل شنودة. فبعد إذنك أنا محتاج أعرف ملخص للي حصل، ولو في تفصيلة أنا معي حضرتك اديتني شوية وثائق تؤكد هذه التفصيلة، ياريت تشرحها بالتفصيل. هو اللي حصل باختصار شديد جدا علشان وقت حضرتك ووقت الناس، استاذ فاروق ومدام امال ربنا جربهم تجربة عدم الانجاب، حاولوا كتير، عملوا عمليات كتير، راحوا لاباء كتير، راحوا الكنائس وقالولها كتير، فكان الاب الكاهن المسؤول عن كنيستهم عارف الموضوع تماما، فاتفاجئوا عمال الكنيسة او ما عرفش مين بالتحديد، يعني عشان يكون كلامنا دقيق، حد اتفاجئ بالكنيسة بوجود الطفل في حمام الكنيسة، وكان مولود لسه مولود حديث ما كملش تقريبا يوم واحد. ابونا اتصل بيهم وقال لهم حصل كذا كذا، تعالوا ليكم عندي هدية. راحوا لابونا استلموا الهدية من الكنيسة. المكان يعني الى حد ما الشارع مش واسع، الشارع يعني ما نقدرش نقول يعني انه شارع ضيق، فشيء طبيعي كل اللي داخل واللي خارج من الكنيسة متشاف من اهل الشارع ومن اهل المنطقه كلهم، كل الناس شافوهم وهم خارجين ايه اللي حصل، فحكوا الحكايه اللي انا قلتها دلوقتي ومش هكررها تاني. وبناء عليه قام سيدنا الأم بارتيلوس، وكان معاه بالصدفه موجود في الكنيسه بالصدفه نيافه الحبر المتنيح الأم كورنيوس اسقف ناجي عمالي، قاموا بمراسم تعميد الطفل وتنصيره، وبدات الاسره تستلمه فعلا، وعملوا كل الاجراءات وعملوا شهاده ميلاد باسم الولد. اي نعم هم هنا اخطاوا خطا اداري، وهذا الخطا اللي هم اخطاوه ان هم ما بلغوش السلطات، ما بلغوش المجلس السمني، طبعا ما فيش مجلس سمني، كان المفروض يتعمل عقد تبني، والمفروض يتعمل يترفع هذا العقد المجلس الملي او القانون الجديد اللي عمله قناه البابا شنودة المعظم الام شنودة غيره في 2008، عمل تعديل لائحه 1938 بتقول ان عايز العقد عقد التبني يتم رفعه لمحكمه الاسر المختصه. هم ما عملوش الاجراءات دي.
وبناء عليه خدوا الطفل وعاشوا حياتهم الطبيعيه، والطفل بيتربى يوم بيوم ويكبر يوم بيوم، وهم مراعينه امام الله بكل رعايه. من 2018 الامور ماشيه تماما ومفيش اي مشاكل خالص من اي نوع. قامت مدام مريم في 2020 ابلغت النيابه العامه، قالت هذا الطفل مسلم وابوه مسلم، سوري هذا الطفل مسلم ومخطوب. النيابه العامه حققت واستدعت امان وفاروق وضربوه في اسم شرطه الشرعيه وعذبوه واهوه جدا وجرحوه نفسيا وضربوه ضربه قوالب طوب على حسب تعبيرات كلامه. ولكن بعد التحقيق وبعد استمرار التحقيقات والموضوع كبر والمحامي اللي حضر معاهم واستاذ المستشار المحامي العام وصلوا الموضوع. انا كل اللي بحكيه لغايه هذه اللحظه ما عنديش كان علم عنده، انا يعني عنه عرفته فيما بعد. سياده المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهره امر بامر الا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه لحسن النيه، وقال لهم انا عارف وشايف ان انتم حسن النيه متوفر عندكم، وبناء عليه مش هيكون في توجيه عقوبه او سجن. ده على حسب كلام روايه الاستاذ فاروق مدام امان. وبناء عليه خدوا منها الطفل او دعوه في دار الاوروبان. فقعدت تستغيث باكثر من برنامج وباكثر من قناه فضائيه، فقام الاستاذ نجيب جبرائيل اقام طعن في المحكمه الاداريه. بعد الطعن بفتره وبعد القنوات الفضائيه احباء مصريين جوه مصر وبره مصر كلموني عن الموضوع، فقلت لهم يجوا لي ويشرحوا لي الموضوع، فشرفوني في شهر 10 تقريبا او نص 10، شهر 10 22، شهر 10 22 تمام، شرفوني وشرحوا لي الموضوع وعملوا لي توكيل. وبناء عليه بعد بضع ايام بسيطه اتفاجئت باعلان على الانترنت تطوع من استشاري عبد المهاب، كل ده في نهايه 22. فانا والاستاذ عبد المهاب انضمينا مع بعض، استاذنا من الاستاذ نجيب يحضر معاه القضيه القديمه اللي هي القضيه الاولى تمام، واحنا الاثنين اقمنا قضيه جديده انا والمستشار عبد المهاب. القضية الجديدة اللي أقمناها المستشار عبد الماهر تختلف شكلا وموضوعا وخصوما عن الدعوة القديمة. تمام. الدعوة القديمة اللي أقامها نجيب جبريل مع احتفاظي إن كل بالألقاب، أنا أقول ألقاب عشان وقت البرنامج بسرعة. اتفضل. أقول الأسماء بدون ألقاب للجميع أنا وهم. اتفضل. الدعوة اللي أقامها نجيب جبريل ضد وزارة العدل وضد وزارة التضامن. بيقول لهم باختصار أنتوا خدتوا الولد بالخطأ. القرار اللي صدر ايداع طفل الاورمان قرار خطا، ده موضوع الدعوه بتاعت الاستاذ نجيب. تمام. الدعوه الجديده انا والمستشار عبد المهاب اقمنا انذار لوزاره الداخليه لوزاره التضامن، قلنا لها سلمينا الطفل طبقا لنظام الاسره البديله، واخترنا بالتحديد انا وهو نظام الاسره البديله لان لقينا فيه موروث خطا في الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، في موروث خطا وموروث قديم جدا وموروث عفن بيقول ان مفيش تبني. لكن الحقيقه الدامغه ان في تبني في المسيحيه طبقا لنص الماده الثالثه من دستور مصر الحالي الحديث اللي صدر في 2019، وطبقا للائحه 1938 واضح من اسمها انها صدرت سنه 1938 واضح طبعا. المواد من 110 وحتى 123 تنظم التبني. ومع احترامنا الشديد لهذا الموروث العفن لم نلجا الى التبني عشان لا نثير حفيظه ولا نثير مشاعر سيئه عند اخواتنا المسلمين. ولقينا ان قانون الاسره البديله يخدمنا بنسبه 100%. ليه يخدمنا بنسبه 100% سعادتك؟ لان قانون الاسره البديله محدد امور من ضمنها عشان ما صدعش الساده المشاهدين، من ضمن الامور اللي محدده قانون الاسره البديله على تعديلات الطفل اللي صادر سنه 2008 وتعدل في 2014، بيقول القانون ان الاسره البديله هي الاصل. الاسره البديله هي الاصل اللي هو مدام امان واستاذ فاروق، ودار الايواء هي الاستثناء، لان الطفل لما يتربى في اسره بديله تشابه الاسره الحقيقيه من اب حقيقي وام حقيقيه هيطلع انسان صالح في المجتمع وهيخفف عن الدوله اعباء ماليه كارثيه. اكل وشرب ولحمه وفراخ وسمك وميه وكهرباء ومشرفين ومدرسين وملابس ومصاريف تعليم، المجموع الكلي هنوفر على الدوله مليارات.
وده اللي الدولة عايزاه، وعشان كده أنشأت نظام الأسرة البديلة بموافقة الأزهر الشريف. بموافقة الأزهر الشريف، الأزهر الشريف موافق على قانون الأسرة البديلة، ومكتوب في أول كلمة في القانون بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على القانون، بعد الاطلاع على موافقة الأزهر الشريف، تم إصدار هذا القانون اللي هو الأسرة البديلة. الأسرة البديلة فيه نظام عظيم جدا جدا، يقول نص واضح وصريح: يحق للأسرة المسلمة تبني طفل مسلم من دار لواء إسلامية، ويحق للأسرة المسيحية استلام طفل من دار لواء مسيحية. واضح جدا. وبناء على هذا القانون اللي صادر في 2008 وتم تعديله في 2014 بيد رئيس الوزراء البلاوي الله يرحمه ومنشور في الجريدة الرسمية، وتم تعديله مرة أخرى بيد رئيس الوزراء الحالي الدكتور محمود مدبولي في 2020، قمنا بإجراءين. الإجراء الأول إنذار لوزارة التضامن، بنطلب منها أنا وعبده ماهر تسليم الطفل كأسرة بديلة، ما ردتش على الإنذار. الإجراء الثاني، قدمنا طلب رسمي من اللجنة العليا للأسر البديلة بتسليم الطفل شنودة لأبويه وينطبق عليهم كل الشروط، برضه ما ردوش عليهم. فهنا اتخلق قرار، والكلام ده طبعا بيفهمه بنسبة 100% كل الأساتذة الموجودين المحامين في مصر والمستشارين ورؤساء المحاكم وشراح القانون وفقهاء القانون. عدم رد وزيرة التضامن على الإنذار، وعدم رد وزيرة التضامن على طلب رسمي بتسليم شنودة طبقا للأسرة البديلة، خلق مركز قانوني جديد ويسمى في القانون قرار سلبي. قرار سلبي امتناع وزيرة التضامن عن تسليمنا الطفل شنودة. الإجراء الوحيد الصحيح والإجراء الوحيد القانوني هو اللجوء إلى محكمة إدارية لإلغاء هذا القرار السلبي وتصحيح ديانة الطفل وتصحيح اسمه، لأن غيروا اسمه بدون وجه حق. تمام. شنودة إلى يوسف. تمام أستاذ. غيروا يوسف عبد الله محمد، وده شيء في تزوير لأن ما يلوش أب اسمه عبد الله محمد، وغيروا ديانته مسيحي إلى مسلم. خليني أقف عند الحتة دي يا أستاذ كرم، حضرتك سامعني؟ اتفضل. يعني دلوقتي ان الولد اتاخد من ابويه واتحط في دار رعايه، ده هذا الموضوع مخالف للقانون، وقامت به وزاره التضامن الدكتوره نيفين على ما اعتقد وزيره التضامن، وان دكتوره نيفين القباش. انا عايز اعرف هل الموضوع ده اتاخدته باي حق، وهل الكلام ده في جزء من القانون ممكن يديها الحق الكلام ده، ولا ده كسر للقانون؟ واضح كسر للقانون وكسر للدستور وكسر للقرآن وكسر للإنجيل وكسر للاتفاقيات الدولية. ان الأستاذ عبد الله ماهر بصراحة طلع شيء من القرآن، انا طبعا كإنسان مسيحي ما عرفوش، طلع نص المادة 146 و147 بتقول فيه ان الإنجيل القرآن اللي بيقول مش كرم غبريال ولا عبده ماهر، القرآن بيقول أن الإنجيل منزل من الله وهو نور وهدى ومنزل من الله، ومن لم يحكم بما أنزل في الإنجيل فأولئك هم الفاسقون. القرآن بيقول أن الإنجيل منزل من الله، مادة 146 ومادة 147، أن الإنجيل هدى من الله ونور من الله، ومن لم يحكم بالإنجيل في القضايا طبعا التي تخص المسيحيين طبعا هؤلاء هم الفاسقون. ده باختصار معنى الأكيد. خليني أرجع للناحية القانونية. فالقانون والدستور واضح بيقول إن المفروض الطفل شنودة من حق الأستاذة أمال والأستاذ فاروق بنص القانون. طب هو فين الحتة اللي بتقول إن يمنع التبني في القانون المصري؟ مفيش مادة في القانون المصري بتمنع التبني أبدا. لكن إحنا عشان ناس معتدلين وناس وسطيين وناس مش عايزين نعمل مشاكل مع الدولة وناس بنحب البلد دي زي ما علمنا
قداسة البابا الحاضر الغائب، قداسة البابا المعظم الأب مشنودة، قال هذا الوطن، هذا الوطن وطن يعيش فينا وليس نعيش فيه. واحنا بنحب الوطن ده ومن حقنا ناخد الولد بطريقة التبني، بقانون التبني من حقنا، حقنا بنسبة 100%. ومع ذلك تركنا جزء من حقنا ولم نريد ولم نود التصادم مع الدولة، وطلبنا الولد طبقا لقانون الأسرة البديلة الصادر في قانون الطفل عام 2008 والمعدل عام 2014 ومنشور في الجريدة الرسمية، وأصبح قانون من قوانين الدولة المصرية ومعدل في 2020. يعني لو نسيوا في 2008 ونزل في الجريدة الرسمية هنقول نسيوا 2014 مع انه نازل في الجريدة الرسمية، وهنقول نسيوا 2020 مستحيل. التعديل اللي تم في 2020 لسه رئيس الوزراء موجود ولسه عايش ولسه نازل ومنشور في 2020. فقانون الأسرة البديلة ينطبق تمام الانطباق على الطفل شنود. تمام. أضف إلى هذا حضرتك معلش لحظة واحدة. اتفضل. القانون ده فرع من فروع القانون العام. أما الدستور المصري وأي دستور في العالم، بس احنا هنا مصريين فبنتكلم عن الدستور المصري. تمام. أي دستور في العالم هو الوثيقة العظمى التي تحكم علاقة الدولة بالدول الأخرى وتنظم الشكل العام والإطار العام لنظام الدولة الاقتصادي والمالي والسياسي، وتنظم الحريات والحقوق، ويشكل قانون العام ويشكل القانون الخاص. احنا بنسميه في القانون وفقهاء القانون بيسموه الوثيقة العظمى للبلاد. تمام. واي دستور في العالم لا يجوز تعديله او تبديله او تغييره على فترات قريبة، بيتم ده على فترة على مدى 30-40 سنة. تمام. مادة 97 في الدستور المصري الحالي بتقول ان الاتفاقات الدولية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر هي بمثابة القانون الاعظم والقانون الاعلى الواجب التطبيق. والاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها مصر منها المادة 30 من قانون حقوق الانسان وحقوق الطفل بتقول ان يولد الطفل طفل ويظل طفل ويطلق عليه طفل ويعيش بدون ديانة حتى ان يتم 18 سنة، وبعد 18 سنة يختار الديانة اللي هو عايزها. والكلام ده شهد بيه واقر بيه عالم جليل من علماء الازهر مع الاستاذة الاعلامية المذيعة رئيسة التلفزيون المصري في فيديو كان مدته حوالي ساعة تقريبا، بس احنا خدنا اوله خالص. كان اول اللقاء بتقول له فضيلة الامام فلان الشيخ، اسف، فضيلة الشيخ فلان، عندنا طفل ليه اسمين وليه ديانتين شنودة ويوسف ومسيحي ومسلم. قال لها الاسلام بريء من هذه القضية، دي قضية ادارية محضة، قضية ليس لها علاقة بالاسلام. قال لها الرسول الكريم قال في اكثر من مكان في القرآن وفي اكثر من حديث في القرآن انه يظل الطفل طفل ويهود او ينصر او يسلم، يعني يختار اي ديانة في الثلاثة بعد البلوغ. وبناء عليه للأسف وللأسف الشديد بعد ما صدر حكم من المحكمة الإدارية بالخطأ، إن المحكمة الإدارية غير مختصة، بعد ما صدر الحكم كان يوم 18 مارس الحالي، صدر يوم 22 الأزهر الشريف، أصدر المركز العالمي للأزهر الشريف أصدر بيان أو فتوى ملخصها أن الطفل شنودة مسيحي. صدر البيان بعد حكم المحكمة. طب احنا طالبين البيان ده بقالنا شهور، ليه اصدرتوه بعد حكم المحكمة؟ ما علينا. بعد ما اصدروا هذا البيان يوم 22 وجميع وكالات الانباء في العالم وجميع الصحف المصرية عرفت عنه، بعد البيان بساعات حست مدام مريم وشعرت هي والفريق الكبير الاسطول الكبير اللي وراها اللي بيحركها، شعروا ان مشكلة الطفل شنودة فضل لها. استاذ كرم ممكن توضح لي مين الاسطول ومين الفريق؟ هل هم مجموعه من الاصدقاء والمعارف ولا اكتر؟ انا ما اعرفهمش شخصيا، لكن هذه المعلومات انا حصلت عليها من الانترنت في بيانات صدرت وهي بتنفي، وهي من حقها تنفي، في بيانات صدرت عنها
واوراق رسميه صدرت عنها بيقولوا انها لها وسايط وعلاقات بالواسطه، اقصد بالواسطه ما اقصدش حاجه تاني، انا اقصد الواسطه فقط في اسم شرطه الشرعيه من امناء شرطه وضباط. البيانات دي اتنشرت على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وهي نفتها، تقول اللي عنده ورق يظهره. لكن انا من خلال خبرتي العمليه، واحده راحت القسم كذا مره عملت اكتر من 7 8 محاضر ضد خلع، راحت النيابه 7 8 مرات 10 مرات، النهارده بلغوني قبل الحديث مع حضرتك انها عملت 4 فيديوهات على الهوا، وزي ما انا شرحت قبل كده في قنوات فضائيه ان علمونا في القانون وشراح القانون اي اجراء قانوني في العالم اول كلمه في اي حاجه سواء حكم محكمه او محضر جلسه او انذار او اعلان او شهاده ميلاد او شهاده وفاه، اي كلمه فيها بنقول انه في يوم كذا الزمن. فانا السؤال اللي سالته المدام مريم في كل احاديثي السابقه وبكرره تاني هنا مع معاليك، فتوى الازهر الشريف صدرت بان الطفل شنودة مسيحي يوم 22/3/2023 بعد صدور الدعوه، بعد صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمه. في نفس اليوم بعد 6 ساعات او بعد 7 ساعات، عشان كده بقول مدام مريم والناس اللي وراها لماذا قامت ببث هذا الفيديو المغرض اللي بتنتهك فيها الحرمات وبتنتهك فيها شرف وعرض بنت خالها رمزي مدام رانيا، وبتقول وبتؤكد في ال4 فيديوهات، اخر فيديو كان شغال على الهوا من ساعة بس، رابع فيديو بتصمم وتصمم وتقطع وتجزم ان هذا الطفل ابن خالها، ابن بنت خالها رمزي اللي هي مدام رانيا، وبتصمم ان ابوه مسلم. خليني اقف تماما خليني اقف عند الحته دي عشان برضو الساده المشاهدين ما ينتهوش مننا. بعد ما الاستاذ مريم والاستاذه امال اعلنوا ان شنوده ابنهم، حصلت في نوع من التقاضي، والاستاذه مريم رفعت قضيه، والقضيه دي يمكن كانت في طريقها الى الحل، حتى انها طلعت تاني على الوش، ولما طلعت على الوش طبعا ان شنوده مش يعني مش ابنهم، فراحت الاستاذه مريم طلعت فيديو بعد ما مشيخه الازهر افتت في هذا الامر انه الولد ليه على ديانه من وجده، وبالاخص ان هو اتوجد في مكان الكنيسه، فطلعت بغيره واضحه جدا جدا، لا ابوه مسلم ومن حق ابوه المسلم. طيب اسمه ايه يا ستي؟ ما قالتش، هي يمكن ما قالتش في الوقت. قالت مستر رامي. ايوه هي عملت 4 فيديوهات، اول فيديو ما قالتش أيوة. اسم الاب تمام، الثاني والثالث والرابع قالت اسم الاب، حددته. طيب قالت اسمه ثلاثي ده، وقالت وظيفته ومهنته كمان، قالت اسم الاب. حلو جدا. يعني مفروض الفيديو بتاع انا بصحح معلومات حضرتك، ان حضرتك طبعا مش عايش بره مصر وما تعرفش مدام، ما فيش اي مشكله. فلما هي في الفيديو الاول قالت اسم رانيا خالها رمزي، تمام، الام الحقيقيه اللي ولدت الطفل، تمام، واتهمت الكنايس واتهمت الاديوره بابشع تهم في التاريخ، تمام، لا الارهابيين ولا الدواعش اتهموا الاديوره والكنايس بهذه الاتهامات. الا وهي اتهمت الاديوره، اولا اتهمت الاديوره ان الاديوره بتحبس البنات او السيدات اللي بنفس وضع مدام رانيا زي ما هي حكت طبقا للروايه اللي هي اسردتها. ثانيا اتهمت الكنيسه المصريه الارثوذكسيه بان الشهاده الصادره منها مزوره لان الطفل ما اتوجدش في الكنيسه طبقا لروايتها. تمام. والكلام ده او هذا الاتهام ده خلاني بصراحه ما نمتش ودمي بيغلي، واقمت حركت بلاغ ضدها لدى السيد الاستاذ المستشار المحامي العام للنيابات شمال بصفتي، وانضم لي الاستاذ نجيب فيما بعد، يعني تاني يوم لما عرف انضم لي وشرف معايا ووقع. ليه انا عملت كده؟ وانضم لي الاستاذ نجيب. البلاغ ضد مريم بشان ان الكنيسه مزوره والشهاده مزوره، وبشان ان الاديوره بتحبس البنات او السيدات يعني وبتولدهم، وان مدام رانيا محبوسه في الدير حتى الان
ومقيدة الصلاح حتى الآن، مقيدة الحرية. عشان كده أنا قدمت البلاغ باسمي لسبب، لو خالها هيتنازل في البلاغات اللي تخصه هو، أنا مش هتنازل في البلاغات للإساءة ضد الكنيسة وضد الأديرة. طبعا أنا زي ما قلت انضم لي الأستاذ نجيب جبرائيل ده وضد البلد كلها. طبعا انا عارض قدام الساده المشاهدين المذكره اللي قدمتها حضرتك والاستاذ احمد عبده ماهر واللي بتشرح هذا الموضوع. لكن ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. اتفضل. لو المذكره باسمي انا والاستاذ عبده ماهر، المذكره دي احنا مش ضد مريم، المذكره دي مش ضد مريم. ايوه. المذكره اللي عليها اسمي وعليها عبده ماهر، ايوه، دي احنا قدمناها للمحكمة، بنقول لرئيس المحكمة في جلسة 18 مارس حضرتك ممنوع تسمع القضية الجديدة اللي قامتنا عبده ماهر، ممنوع تنظر القضية، ممنوع توصل فيه. تمام. النص المادة عند حضرتك واضح، مادة 146 ومادة 147 بيقولوا ممنوع على القاضي ان يسمع الدعوة اذا كان قاضيا او محكما او شاهدا في الدعوه، ممنوع. واحنا حاطين رقم القضيه عشان ما اعملش بلبله ولخبطه عند الناس. تمام. قضيه الاستاذ نجيب هنطلق عليها، ودي الحقيقه هنطلق عليها القضيه القديمه. تمام. اللي هو رفعها فينا بفتره زمنيه واحنا حضرنا معاه، تضامنا معاه مره واثنين وثلاثه. لكن القضيه اللي عملتها انا والمستشار عبد الماهر هي دي بالواقع هي القضيه الجديده، لان هي القضيه الحديثه. فممنوع على القاضي يسمعها وممنوع يضمها لقضيه الاستاذ نجيب القديمه. ليه؟ انا مش بقول من عندي، وانا عارف ان في ملايين يسمعونا، ومن ضمن هؤلاء الملايين بعض المستشارين رؤساء المحاكم وبعض فقهاء القانون. ليه؟ ضم القضيتين لبعض لازم يكون بارادتنا احنا. احنا اقصد احنا الثلاثه، انا ونجيب واحمد عبده مع احتفاظي بالالقاب طبعا، او محامي الدوله اللي حاضر عن وزير الداخليه وحاضر عن وزيره التضامن. لازم احنا نطلب الضم، احنا الخصوم يعني، احنا والخصوم. تمام. نطلب الضم، والمحكمه لما تلاقينا احنا الاثنين الخصوم موافقين المحكمه تضم. لكن احنا الاثنين الخصوم، لا الحكومه طلبت الضم ولا احنا طلبنا الضم. تمام. هذا خطا وسيكون اول طعن في امام المحكمه الاداريه العليا. حلو جدا. نرجع للقصة علشان مش عايزين برضو ان احنا نتكلم في الامور القضائية كتير بحيث ان الناس ما تتوهش مننا. فدلوقتي مريم راحت بعد تصريح العادل والصح من مشيخة الازهر، مريم طلعت بفيديوهات بتقول ان الاب والام، الاب مسلم والام الام مسيحية، وطبعا كان في قصة للاستاذة رانيا بالتواريخ وجود شنوده او ميعاد ميلاد شنوده كان بعد ما مشكله الاستاذه رانيا خلصت، ولكن مريم بتصر انها ام الولد وهي ما عندهاش اي دليل غير شويه فيديوهات. تعليق حضرتك على الموضوع ده. انا رايي الشخصي والقانوني فرخته في عدد اثنين بلاغ ضد مريم، واحد باسمي شخصي وزي ما قلت انضم معايا الاستاذ نجيب جبرائيل علشان اهانه الاديوره وقال الكلام قذر على الاديوره واتهمت الكنيسه بالمصريه بالتزوير. البلاغ الثاني من الاستاذ فاروق ومدام امال بيتهموها انها بتسب شرف مدام رانيا، لان مدام رانيا طبعا انا مش موكلتي، الموكله هي موكله الاستاذ الكبير الاستاذ مايكل لوقا، وده انسان خادم امين جدا 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 وانسان نظيف وامين جدا جدا امام ربنا. وانا سمعته في قناه الكارما، هو ومدام رانيا ظهروا في قناه الكارما بمنتهى النبل والشجاعه والاقدام، وقالوا ان كل الاتهامات التي قامت بها مدام مريم عاريه من الصحه تماما تماما ضد رانيا، وان رانيا ان شاء الله هتروح الطب الشرعي وهتروح النيابه العامه تدلي باقوالها في التحقيق، ستخضع للتحقيق بكامل ارادتها، وستخضع لتحليل الدي ان ايه بكامل ارادتها، لانها واثقه تمام الثقه من براءتها. ومش كده وبس،
ده هتروح النيابه مع زوجها وقرايب زوجها والاستاذ مايكل المحامي القدير النبيل الخادم الامين. وانا اثق ثقه في الاستاذ مايكل ثقه بلا حدود، طالما قال هيروح يبقى هيروح، وطالما قال مريم سوري اسف راني هتكشف يبقى راني هتكشف. استاذ مايكل طالما قال راني هتحلل تحليل الدي ان ايه، انا اثق في هذا الكلام واتحمل النتيجه والمسؤوليه الشخصيه، طالما المسؤوليه امام ربنا وامام كل الملايين اللي بتسمعني على مسؤوليتي الشخصيه. طالما مدام رانيا قالت هخضع للتحقيق وهخضع للتحقيق الدنيا ايه، هتروح، انا واثق انها هتروح وواثق انها بريئه، لاني كلمتها وكلمت جوزها وكلمت قرايب جوزها في التليفون وكلمت الاستاذ مايكل. هم عندهم ادله وقرائن، من ضمنها انها لما غضبت من جوزها فتره بسيطه ورجعت، رجعت قبل ميلاد الطفل شنوده بسنه وشهر، رجعت قبل ميلاد الطفل شنوده بسنه وشهر، وفي مستندات رسميه مع الاستاذ مايكل تثبت هذا الكلام، لان الاستاذه رانيا او مدام رانيا ليست موكله عندي، هي موكله الاستاذ مايكل من زمان. خليني ده خادم امين وخادم محترم، وانا باكد للمره الاخيره طالما الاستاذ مايكل قال هنخضع للتحقيق بارادتنا وهنروح نحلل بكامل ارادتنا لاني اثق في براءه موكلي، وبالتالي انا بضم صوتي لصوت الاستاذ مايكل وبطمن جموع الملايين اللي بتسمعنا واللي هتسمعنا فيما بعد. استاذ مايكل انا بثق فيه ثقه بلا حدود، استاذ مايكل لو المحامي ومدام رانيا واثقه من براءتها واثقه من شرفها، بس هو اللي عطلها بس كام يوم ان والدتها بعد ما سمعت الفيديو بتاع مريم جالها ربنا يشفيها ويشفي الجميع، جالها جلطه وجالها ذبحه صدريه، جالها اتنين. والدها اصلا عم رمزي ربنا يكمل له الشفاء، عامل اكتر عمليه في القلب، فازاي في الظروف الصعبه دي تتسرع وتجري وتروح وتسيب ابوها وتسيب امها؟ لكن هي من جد هتخضع للتحقيق، هتخضع للتحقيق بارادتها، هتروح تحلل دي ان ايه، هتروح عشان تؤكد هي متاكده انها بريئه وجوزها متاكد انها بريئه. استاذ جميع افراد عائله جوزها متاكدين ان هم ابرياء انها بريئه. استاذ كرم انا عندي اضافه، بس قبل ما اقول الاضافه لازم ااكد تماما ان موضوع الدي ان ايه من الاستاذه رانيا هيتعمل، وكان السؤال لما هي موافقه طب ما عملتش ليه؟ حضرتك اضفت معلومه مهمه علشان الظروف الصحيه لوالدتها، ولكن انا كمان عندي اضافه. كان قبل الهوى كلمت مع الاستاذ مايكل المحامي مايكل لوقا، وعلى حضرتك طبعا علم بهذا الموضوع ان حصل هذا الحوار، وفي نفس الوقت هو قال يا جماعه احنا مستعدين انا وموكلتي الاستاذه رانيا نروح نعمل تحليل الدي ان ايه، ولكن منتظرين النيابه تقرر هذا رسميا لينا عشان ما نعملش من نفسنا حاجه، احنا كمان منتظرين قرارات النيابه العامه انها تدينا امر معين بعمل هذا الموضوع، فيبقى كل شيء قانوني واي حاجه تتعمل تتحط في وثائقها او في مكانها القانوني. وطبعا لما قلت له طب وهي ليه النيابه لسه ما عملتش الكلام ده؟ قال لي انا ما اقدرش اجبر النيابه على حاجه، ولكن احنا في الشهر رمضان الفضيل قد تكون الاجراءات ابطا شويه من الطبيعي، ولكن في حال يجي لنا هذا الامر احنا متمثلين او ممتثلين ليه تماما. تعليق حضرتك. انا تعليقي بس تمام، كلام حضرتك تمام التمام، انا بأسمن على كلامك وانا شاهد على كلام حضرتك ان حضرتك كلمت الاستاذ مايكل والاستاذ مايكل كلمني وقال لي ان هو هيطلع مع حضرتك، بس انا مش عارف في مشكله في التليفون عنده، في مشكله في الخط. انا باكد على كلام حضرتك واؤيدك وانا شاهد عليه امام الله ان الاستاذ مايكل قال لي ان هو هيطلع مع حضرتك وقال لي كل كلام حضرتك قلته بالحرف ده كلام مظبوط. انا اضيف عليه اضافه بس عشان الشعب المصري المسيحي يهدى جوه مصر وفي خارج مصر. يا جماعه الاضافه البسيطه مع احترامي العظيم ليكم واحتملوني دقيقتين في الالفاظ اللي هقولها. النيابه العامه المصريه مش فاضيه لقضيه شنوده بس،
او قضيه مريم يعني ومدام رجب، قضيه العامه عندها، النيابه العامه عندها ملايين وملايين من القضايا. والطب الشرعي مش سوبر ماركت، الطب الشرعي مش سوبر ماركت اخش اخبط عليه اقول له انا جاي احلل يقول لي اتفضل. لازم مدام رانيا هتروح النيابه العامه ممكن يحققوا معاها يوم او يومين او ثلاثه، وممكن نسهر في النيابه عشان شهر رمضان الكريم، ممكن نسهر في النيابه للساعه 12 او لواحده بالليل. ولما النيابه العامه تخلص الاسئله اللي هتقوم النيابه العامه بتوجيهها لمدام رانيا، لان ده محور بلغنا برضو، انا لما بلغت النيابه العامه بقول لهم لو سمحتوا ايها النيابه العامه، الساده الافاضل المحترمين، معالي المحامي العام، لو سمحت لو تكرمت في البلاغين اللي احنا مقدمينه، بنقول له حقق مع مدام مريم لانها اظهرت بس الفيديو مباشر قالت كذا كذا، وحقق مع مدام رانيا، يعني انا والاستاذ نجيب انضم لي، احنا طالبين التحقيق، لإحنا كل اللي يهمنا الوصول لحقيقه الطفل شنوده، واي مخطئ اي مخطئ ايا من كان واولهم انا يتحمل نتيجه خطأ. اي واحد اخطا في حق انسان، في حق الكنيسه، في حق الدير، في حق المجتمع، في حق انسان اخر، اي انسان ابتعد انسان اخر بتهمه شنعاء نكراء سب وقذف يتحمل نتيجه خطأه. الكتاب المقدس بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. كل واحد هيتحاسب على اي خطأ اخطأه. انا بكرر للمره الاخيره وعلى مسؤوليتي لملايين الشعب اللي بيسمعنا جوه مصر وخارج مصر، طالما الاستاذ مايكل لوها المحامي الكبير المحترم الخادم الامين طالما قال انا هروح انا موكلتي النيابه هيروح، وطالما قال هنخضع للتحقيق وهنحلل الدي ان ايه، انا اثق تمام الثقه في الاستاذ مايكل وفي مدام رانيا وفي جوزها وفي قريبهم الاستاذ سامح، طالما قالوا هيروحوا يبقى هيروح، لانهم واثقين بنسبه 100% من براءه مدام رانيا. ده مش كلام مرسل، انا متاكد من هذا الكلام، وما ستؤكده الايام القادمه خضوعها للتحقيق وخضوعها للتحليل. انا واثق باللي بقوله، ولو ما راحتش اسالوني انا، ما تسالوش الاستاذ مايكل او تسالوا مدام رانيا، اسالوني انا، انا واثق من اللي انا بقوله. هتروح هتروح بكامل ارادتها بدون اي استدعاء وبدون اي شيء، هتروح هتروح. الاستاذ كرم، يقدر حضرتك من خبرتك الكبيره تقدر تقدر لي النيابه ممكن تعمل الاجراء ده في خلال كام يوم؟ هل ايام؟ هل اسابيع؟ هل شهور؟ هل سنين؟ تستدعي الاستاذ رانيا للدي ان ايه؟ لان انا الصراحه قلقان على الفتره اللي بيقعدها الطفل شنوده بعيد عن حضن ابوه وامه. صدقني اولا انا بطمنك، انا اطمنك بسرعه الصاروخ، النيابه العامه بمشيئه ربنا، بمشيئه ربنا، بقوه رب المجد هتعمل الكلام ده في خلال ايام، بنعمه ربنا. اخبار طيب، اخبار كويس. وعايز اطمنك من جهه الطفل شنوده بصراحه، يعني للامانه امام الله، انا اتعلمت من مدام امال جمله جميله جدا بتقول، وقالت الكلام ده في قناه فضائيه قبل كده، قالت اختيارهم لاسم الطفل شنوده مش صدفه، مش صدفه، ده ترتيب سماوي عشان يشابه ويتشابه مع قصه يوسف الحقيقيه، سيدنا يوسف ان اخواته رموه في البير واتظلم وخرج من البير بشان عظيم وظلمته امراه فوتيفار، في تشابه كبير بين القصتين فعلا، واختيار اسم شنوده مش صدفه، مش صدفة، ده بترتيب من ربنا. تمام. شنودة هيرجع هيرجع، شنودة هيرجع هيرجع بقوة ربنا. أنا بقوة ربنا الصراحة، بس الشيطان حس إن شنودة هيرجع بعد فتوى الأزهر، فوسوس الشيطان في قلب وعقل مدام مريم، وأوعظ لها أنها تبث الفيديو في نفس يوم الفتوى. ليه بقى انا بقول كده؟ نقطتين. النقطة الأولى، الحكم بعدم اختصاص المحكمة يجعل السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء أو السيدة وزيرة التضامن أو أي مسؤول في مصر يجعل يده حرة وطليقة، لأن مفيش قضاء، قضاء قال إحنا غير مختصين، وإحنا الثلاثة السادة المحامين عندنا فترة 60 يوم نطعن على هذا الحكم أو ما نطعنش. تمام. فلو قام أي مسؤول من اللي أنا ذكرتهم
وسلم الطفل شنوده لمدام امال والاستاذ فاروق او نقله لدار مسيحيه، فبالتالي احنا الثلاثه مش هنطعن على الحكم. نطعن ليه؟ تمام. لو طعننا على الحكم بعد تسليم الطفل شنوده نبقى احنا الثلاثه مش طبيعيين، نبقى مش طبيعيين خالص. دي النقطه الاولى. تمام. النقطه تمام. الثانيه تمام. النقطه الثانيه هي حست هي واللي وراها اذا كان حد وراها شعروا بهذا الخطر، قال لك بس ده النهارده الازهر الشريف قال الولد مسيحي والقضاء قال انا مش مختص من اربع ايام، فكده ممكن اي مسؤول كبير في الدوله يفعلها ويسلم الطفل. فقال لك بس انا برجل الدنيا، وده اللي نجحت فيه بصراحه، ده اللي نجحت فيه لما كهربت الجو وقالت في الفيديو ان ابو الولد مسلم، فهي استطاعت تكهرب الجو. ومع هذا بعد ظهور كذبها، بتحليل الدي ان ايه، بعد ظهور كذبها هيكون مصيرها السجن، وهيكون مصير شنوده باذن الله باذن الله باذن الله العوده الى مدام امال والاستاذ فاروق. في الحقيقه ده كل الامال بتاعه مصر ان الشنوده ترجع لمدام امال واستاذ فاروق. انا عايز اضيف حاجه، اتفضل. انا عايز اضيف حاجه سريعه بس، في كل الجلسات اللي انا حضرتها انا ونجيب جبرائيل وعبد مال، وبكرر للمره المليون مع احتفاظ الالقاب، حضر معانا مسلمين كتير جدا جدا، حضر معانا كوكبه من المحامين ليس لها حصر، وانضم معانا في القضيه انضمام رسمي على مستوى رسمي المركز القومي لحقوق الانسان، وانضم معانا على مستوى رسمي الكاتبه فاطمه العود والاستاذ نبيل النقيب المحامي، وكوكبه كبيره من الساده المسلمين. انا بقدم لهم كل الشكر والاحترام والتقدير، واسف اني قطعت حضرتك، اتفضل. وده اللي انا عايز اقوله، هي القضيه ليست قبطيه، ومخطئ من يظن انها قبطيه، انها تمس مصر وشرف قضائها، تمس مصر والعدل اللي فيها، لان الطفل ده لو كان مسلم كنا هنعمل عليه نفس القصه. الحقيقه ان احنا عايزين مصر ترجع ليها البهاء بتاعها، لان في مجهود بيحصل حلو في البلد بيضيع بسبب بعض الناس الغير حكيمه اللي محطوطه في بعض الاماكن الحساسه، او بعض الاماكن، او بعض الاشخاص الصغيرين اللي ممكن يدوروا مشكله كبيره بسبب علاقات غير مفهومه، وبسبب اغراض صغيره في الاخر. في انسانيه بتتكسر في مصر، في طفل 6 سنين بعيد عن امه بتتشوه، الكينونه بتاعته هو يوسف ولا شنوده؟ هو دي امي ولا مش امي؟ انت بتضرب طفل في الاساس. تتخيلوا الطفل ده، انا متخيل انه قاعد منعزل لا بيتكلم ولا بيعمل اي حاجه، وطبعا ايا كان اللي بيتعامل معاه غير الام اللي حضنها بيضم كل المخاوف والقلق. مين اللي هيعوض شنوده عن غباء بعض الاشخاص، عن طمع بعض الاشخاص، عن اهمال بعض المسؤولين؟ وانا بقولها لان زي ما حضرتك من كلامك بتقول ان الوزاره بتاعه التضامن الاجتماعي خدته بدون حق وبدون دستور، والقانون هو اللي يفصل في الموضوع ده. ولكن اذا كانت مريم عملت هذه المشكله بيقولوا من اجل طمع ميراث او شقه، ليش دعوه، مش عايز اخش في التفاصيل دي، ولا عايز اخش في انها شخصيه محترمه ولا شخصيه لعوب، ده لا يخصني. انا يخصني ان ميعاد ضم شنوده لحضن ابوه وامه اتاخر بسبب كلام انا مش هقدر اقوله صح ولا لا، لكن الاستاذه رانيا اللي في ايديها الموضوع، انا اسف، النيابه العامه هي اللي في ايديها الموضوع، تلزمها انها تعمل. ولكن طبعا انا لسه كنت بتكلم مع استاذ مايكل وحضرتك كمان اللي معاك، حضرتك موكل المحامي الرئيسي في قضيه الاستاذه مريم، استاذه منال امال والاستاذ فاروق، بتؤكد على هذا الموضوع. هي اكدت على كمان في الفضائيات، هي عايزه تروح وتعمل هذا التحليل علشان الولد يرجع. لو كان رجع وكلامها والام ما طلعتش الاستاذه رانيا، الحساله بقى نسميهم حساله، نسميهم مجرمين، نسميهم انا ما عنديش مانع ان انا اطلع بالكلمه في سقف الكلمه اقول ارهاب في حق مصر،
لان مصر كلها موجوعة على هذا الطفل. الاسماء تختفي ولكن الطفل لازم يرجع. واي اهمال او اي تقصير في الوقت احنا بنقول اهمال من موظف ايا كانت درجته. وان لا يصح ان يتكسر القانون في بلد بتكبر وبتنمو او قدمت ضحايا كتير، قدمت شهداء كتير عشان البلد تقف على رجليها. فهي مش ناقصه نوعيه المسؤولين دول ولا حبه امين شرطه ولا ضابط. انا الحقيقه ما اعرفش اذا كانت صح ولا لا، بس الايام هتثبت. لان مريم لو طلعت كدابه يبقى اللي وراها زي ما حضرتك بتقول دول لازم يتحاسبوا، والا هنلاقي شنوده تاني بس بشكل اخر. طبعا اتفضل. عايز اضيف اضافه بسيطه في النقطه دي وبسرعه برضو. انا بس طبعا حزين وزعلان على سياده المستشار ما سمحش بالتصوير، لكن العشرات الالاف اللي حضروا جميع الجلسات من جمهور ومحامين سمعوا ان احنا بندافع عن طفل ما شفناهوش وما نعرفوش. اسمه علي، اتنشرت مأساته في الجرايد. علي صحي من النوم لا عينه الشمال مسروقة. علي صحي من النوم لا عينه الشمال مسروقة، والخبر اتنشر في الجرائد. في طفل تاني ضربوا مشرف بالمفاتيح عور له عينه. احنا الاطفال دي دافعنا عنها من غير ما نشوفها. وعايز اقول للوزيرة وسيادة الرئيس والكلام ده قلته قبل كده وافضل اقوله وافضل اكرره لغاية ما الوضع يتصلح في مصر، تنفيذ قانون الاسرة البديلة لشنودة والعشرات الالاف، بل عايز اقول ان في احصائيات بتقول ان الاطفال دول مليون، هيوفر على الدوله المصريه مليارات ومليارات. احنا دوله دلوقتي اقتصادها تعبان واقتصادها بيقترض، عمالين نقترض من البنك الدولي. قفل وغلق سبوبه وزاره التضامن هتوفر على الدوله مليارات ومليارات ومليارات من اجور المشرفين، من اجور من تكاليف الكهرباء والمياه والغاز والمواد الغذائيه من بدايه اللحوم والاسماك وغيرها، والمواد الغذائيه شاي وسكر وملابس ومشرفين، ان نوفر مليارات. دي الناحيه الاقتصاديه ودي اقل ناحيه عايز اتكلم فيها. طيب لكن هتطلع للدوله المصريه مواطنين صالحين يطلعوا دكاتره مهندسين ضباط شرطه ضباط جيش وكلاء نيابه قضاء. لكن اللي بيحصل للولاد من انتهاك لحرمه اجسادهم، سرقه عيون، سرقه اعضاء، اعتداءات جنسيه، ضرب وتعذيب بالكهرباء، ودي جرائم اتعرضت في قنوات كتير. فتنفيذ قانون الاسره البديله خير للدولة المصرية، على المواطنين وعلى الحكومة وعلى الخزانة العامة. هنوفر للدولة المصرية مليارات كل سنة. بضم صوتي لصوت حضرتك في أي خير لصالح مصر. أغلى اسم في الحياة بالنسبة لينا، احنا عايشين في غربة هنا ولكن قلوبنا كلها في مصر وكل يعلم ذلك. ولكن أنا هرجع تاني لقضية الطفل الجميل الملاك شنودة. احنا محتاجين ويرجع لدفع الأم والأب، وأنا بقول الأم والأب بأصر لأن هؤلاء هم اللي ادوله الحب الحقيقي. وان كان تحليل الدي ان ايه بتاعه الاستاذه رانيا هيفصل كثير من اللغط عشان يرجع هذا الطفل لابوه وامه، فانا واخد وعد من حضرتك ومن الاستاذ مايكل المحامي ان هو بمجرد ما يحصل هذا التحليل هتطلعوا معايا حضراتكم وتقولوا اللي حصل بصراحه، هل هو ابنهم ولا مش ابنهم، وان ما كانش كده ايه الوضع بالنسبة للطفل شنودة. لان انا عارف ان في مسؤولين في الدولة موجوعين على هذا الطفل، موجوعين على شيء جميل وفي كل هذه البراءة وانه يتعذب بهذه الطريقة. اتفضل. بس عايز اوضع لحضرتك نقطة جوهرية عشان حضرتك ايه تبقى عارفها. اتفضل. من جهة مدام رانيا هتروح للتحقيق، هتروح الطب الشرعي لإجراء التحليل هتروح، لكن النتيجة مش احنا اللي بنستلمها، لا مدام رانيا ولا الأستاذ مايكل ولا احنا. النتيجة بترجع تاني لسيادة المستشار المحامي العام
وان شاء الله انا اظن ان هو هيعلن، اظن كده، لان دي قضيه شائكه جدا 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 ومسمعه في جميع انحاء العالم. فده حق اصيل، حق اصيل لسياده المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهره. التحليل نتيجته مش هتكون معايا ولا مع الاستاذ مايكل ولا مع مدام رني. تحليل نتيجته مش هتوصلنا احنا. مجرد انها تقوم وتعمل التحليل دي شجاعه لازم احنا نعرفها ونعرفها للناس، لان هي حتى هذه اللحظه في جدل انها ليه ما عملتش التحليل لحد هذه اللحظه. ولكن طبعا انا حضراتكم مطلعين على الامور وعارفين كويس ان الموضوع مش لاي حاجه، لظروف خاصه ولظروف قضائيه مش لاي امتناع عنها. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اقول لك، يوم ما يطلع ان الاب مسلم احنا هنقول يروح لابوه لو هو مش عايزه يبقى تمشي في الاجراء. احنا مش عايزين نكسر قانون البلد، لكن لحد هذه اللحظة اللي احنا شايفينه ظلم رهيب وكسر للقانون. ان لم لحد ما يطلع الدي ان ايه ويثبت انها مدام رانيا مش امه، يبقى لازم يرجع لحضن ابوه امه بكل يعني باسرع طريقة. انا بس عشان الوقت ما يكونش بيمر مننا، لو حضرتك ليك اي تعليقات. بس قبل ما تقول تعليقاتك، عايز اشكر حضرتك انت الاستاذ مايكل والمستشار احمد عبد ماهر وكل الاخوة المصريين مسلمين مسيحيين حتى لو من غير دين اللي وقفوا في حق او وقفوا مع شنودة باسم الانسانية. شكرا على اللي بتتحملوه، شكرا على ان وقتكم وتليفوناتكم وحياتكم الخاصة مش ملككم، على الرغم ان هذا امر تطوعي ليس فيه اي اجر تتقاضوه. شكرا لحضرتك. وتعليق حضرتك النهائي عشان ننهي الحلقة. انا ليه رجاء محبة لجميع شعوب المسيحيين وغير المسيحيين في جميع انحاء العالم. رجاء محبة، ارجوكم ارحموني من التليفونات، ارجوكم ارحموني من الرسائل، رجاء محبة ارحموني، ارجوكم اعملوا معروف، ارجوكم مش كلكم محامين ومش كلكم اطباء ومش كلكم خبراء. انا بيجيلي في اليوم اكتر من 10,000 او 20,000 رسالة ارجو على جميع انواع التواصل، فايبر وواتس وماسنجر والتليفون العادي وتليفونات ارقام معرفهاش. ارجوكم ابوس ايديكم اتوسل اليكم ارحموني، والا اسلوبي هيتغير. ارحموني كفايه، انا مش عارف اعيش، ربنا مش عارف اشتغل، ارحموني من الرسائل والتليفونات. ارجوكم اسلوبي هيتغير، اعملوا معروف ارحموني، ارجوكم ارحموني. ربنا يكون في العون يا استاذ كرم. والحقيقه انتوا تحملتوا فوق الطاقه، ونقول ربنا يعوضكم اجرا حسنا على اللي بتعملوه ويديكم نعمه وبركه في حياتكم، لان فعلا كتير قوي اللي حصل. نرجع للطفل شنوده، نحن منتظرين بفارغ الصبر انك تقولوا لنا ان مدام رانيا عملت الدي ان ايه. هذا يدحض الكثير من الاقاويل واللي عمل جدل، وخصوصا ان المستشار احمد عبد ماهر كتب شويه بوستات على صفحته في الفيسبوك. بس حضرتك تواصلت معاه وفهمت وتفهمنا على لسانه والكلام اللي قاله بماذا يعني هذا الموضوع. هل هو لا يؤيد قضيه الطفل شنوده ولا كان رايه ايه؟ الصوت بيقطع، انا مش سامع. الصوت بيقطع، انا مش سامع. حضرتك سامع كده؟ سامعني كده؟ الصوت باظ خالص. لا انا مش سامع. سامعني كده حضرتك؟ كده الصوت بدا يرجع. حضرتك كنت بتقول ايه على المستشار عبد ماهر؟ حط بوستات فيها جدل على الفيسبوك ان هو ممكن تتفهم ان هو لا يؤيد قضيه الطفل الشنوده من هنا ورايح بعد فيديو مريم. حضرتك كلمت معاه وفهمت القصد الحقيقي، يا ريت توضحه. هو اولا انا طبعا السؤال ده المفروض يتوجه له هو، وهيحصل طبعا. انا بكن له كل محبه واحترام. هو بس راجل مرهف الحس ومرهف المشاعر جدا جدا، وانسان رقيق جدا للغايه. هو بس اختلط عليه الامر او اتخض جدا من فيديو مدام مريم. وبعدين يعني لما كلمته قال ما يجراش اي حاجه ابدا ابدا، ان يبدا التحقيق من اول وجديد مع الكل. بس فانا يعني كان في اختلاف في وجهات النظر بمنتهى المحبه، حتى قلت له شيل البوست فرفض
وهو حر ليه مطلق الحريه يعبر عن ما يكن في صدره كما يشاء. وبعدين قلت له طب اكتب حتى في نهايه البوست اكتب ان انت مع موكلتك لنهايه الخط. فقال لي لا مش هكتب، ودي وجهه نظري ان انا عايز يتم تحقيق مع النائب العام مع الكل من اول وجديد. فدي وجهه نظره، فيعني انا بترجاك تبقى تساله هو عشان هو يعرف يدافع عن نفسه كيفما يشاء يعني. باذن ربنا الطفل شنوده محتاجين ان هو يرجع لحضن والديه، وان كان كلام مريم كلام مريم صحيح او خطا هيبان بالدي ان ايه، ولو حصل ان الدي ان ايه لو حصل بقوه ربنا طبعا، لو حصل ان الدي ان ايه اثبت عدم امومه مدام رانيا لي يبقى القانون ياخد مجراه مع مريم واعوانها. شكرا لحضرتك على وقتك وعلى تعبك وعلى مجهودك، وان شاء الله نسمع اخبار كويسه باذن الله الاسبوع اللي جاي. باذن الله الاسبوع اللي جاي هنبشرك ونبشر ملايين الكره الارضيه ان شاء الله الاسبوع الجاي بكتير. هتكون مدام رانيا راحت النيابه وعملت التحليل الاسبوع الجاي بكتير جدا جدا، او على الحد الاقصى 10 ايام على الحد الاقصى 10 ايام، وهتكون ان شاء الله عامل التحليل باذن الله. شكرا شكرا لحضراتكم ومنتظرين التطورات. شكرا لحضرتك جدا والى لقاء قريب. سلام 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 باذن الله. سلام مع السلامه.